تحديث الأسعار لغسالات الصحون، طبعا كلهن صناعة كورية، ضمان سنة بكل شيء وعشرة بالموتور. طبعا عندكم الموديل 512 يبدأ أسعاره من $540 إلى $550 حسب الوكيل حسب اللون، يعني من هذا الباب. وموديل 425 أيضا الأسعار من $655 إلى $665 حسب الموديل والشكل. الموديل اللي هو 325 يصير مخفي، يجي باللون الأسود لماعي والأسود الطافي، تقريبا سعره $776 إلى $786. موديل $619، لا موديل 532 سعره $619 إلى $630 حسب الموديل. مثل ما ذكرنا ذن الأسعار، طبعا شنو الفرق بين الأسعار؟ مبدئيا يعني هسه عندكم هذا الموديل 512 تمام، وهذا الموديل 425. موديل 425 الفرق بين هذا وهذا فرق بال $150، يعني هذا يجي 3 مجرات واربع مرشات مع ستيم تمام، يجي 12 برنامج، هذا يجي 2 مجرات 2 مجرات وثلاث مرشات بدون ستيم و8 برامج. هذا ليش اكثر؟ طبعا انه ايضا ضافي للنظام انه اقل صوت، تحكم داخلي، فرق اللون ايضا. ومن تخلص هاي الغساله طبعا بموديلات 325 تنفتح تلقائي، يعني بدون موسيقى، بقى يطلع موسيقى هاي لا تنفتح تلقائي. هذا الفرق بين الاسعار بالغسالات. لا تنسون باللايك والمتابعه واهم شيء الشير، ودائما تابعونا حتى التحديثات توصلكم اول باول بالغسالات.